السلام عليكم خواتاتي، مرحبا بكم في قناتكم عالم ام وسيم. هذا الفيديو غادي نوجدوا فيه واحد مقبله اللي كتجي زوينه بزاف وكل شيء كيبغيها الكبير والصغير. هذا هو الدنجال والفلفله، غادي نطيبو نحضروهم بواحد الطريقه اللي زوينه بزاف واللي كتخليه يعني كيبقى عندكم في الثلاجه لمده ديال اسبوع ما كيخسرش لكم. وكيف قلت لكم انه كيتقدم كمقبله، ضيفوه مع الاطباق ديالكم. غادي نحتاجو هنايا الدنجال. بالنسبه للدنجال هو سواء خديتو الكبير اولا الصغير ماشي مشكله. عندنا الفلفله، انا خديت فلفله الوان، فلفله الخضراء وخديت الحمراء، واذا كانت عندكم الصفراء تقدروا حتى هي تستعملوها. غادي ناخذ هنايا واحد الصينيه ديال الفرن كيف ما غادي تشوفوا معايا. من الاحسن انكم ديروا الصينيه ديال الفرن. كيف قلت لكم هاد المقبله كتجي زوينه بزاف، وغادي نديروا لها واحد الماريناد اولا واحد الشرموله اللي كتجي في الدنجال كتعطي واحد المذاق زوين، ونغيروا على يعني الدنجال اللي مالفين كنديروا. غادي ناخذ هنايا هذيك الفلفله ديالي، غادي نحيد لها ننقص لها من هذاك الراس ديالها كيف ما كتشوفوا معايا. وبالنسبه للكميه كيبقى لكم الاختيار. وغادي ناخذ الدنجال غنحيد ليه الراس ديالو الفوقاني، وغادي نحيد له شويه من التحت ديالو كيف ما كتشوفوا بحال هكا، وغادي نقطعو على ربعة. ومن بعد ما قطعته على ربعة غادي نحاول انني نفلحو من الفوق كيف ما شفتوا معايا، باش دغيا يطيب ليا وما يشدش لي الوقت كبير في الفران. بالنسبه كما قلت لكم لهاد الدنجال غادي نطيبوه اولا غادي نشويوه في الفلفله، غادي نشويوه في الفران. ملي خديتو الدنجال يكون صغير غادي يكون يعني احسن، هي كتكون نفس النتيجه ولكن يعني الصغير من الاحسن تاخدوه صغير. انا غادي نكمل الكميه ديالي كامله ونرجع من بعد. بعد ما استفدت الكميه ديالي كامله ديال الدنجال وديال الفلفله، غادي ناخذ هنايا زيت الزيتون اولا زيت البلديه، وغادي نرش على هاد الدنجال يعني كيجي صحي. ندخلو في الفرن غادي يجي صحي حسن ما نقليوه في الزيت. وغادي نرش عليهم واحد شويه ديال الملحه، هادشي اللي غادي نحتاجو بالنسبه لهاد الدنجال والفلفله. غادي ندخلهم الفرن اللي يكون سخون مزيان، الا كان عندكم فرن كهربائي تشعلوه مزيان على 200 درجه. غادي تدخلوا اللطه ديالكم وتخليه شاعل من الفوق ومن تحت حتى يتشوى لكم وتخرجوه. اذا درتوه في الفران يعني في الفران ديال البوطا كيف ما غنديرت انا، شعلته مزيان حتى سخن لي من تحت، ودخلت اللطه ديالي شعلت عليها غير من تحت حتى تشوى ليا، وعاود شعلت عليه من الفوق. بالنسبه ضروري انكم خاصكم تاكدوا انه تشوى لكم، يعني ملي كتديروا اصبعكم فوق من الدنجال كتلقاوه انه ولا طايب ما بقاش قاصح، كيولي رطب صافي كتعرفوا بانه راه وجد. وبالنسبه للماريناد اولا الشرموله اللي غادي نديروا ليه واللي يعني كتعطيه مذاق زوين وكتخلينا نحتفظوا به في الثلاجه لمده اسبوع ما كيخسر ما حتى شي حاجه، خديت هنا تقريبا واحد جوج معالق كبار ديال القزبر والمعدنوس. غادي نزيد عليهم زيت الزيتون، من الاحسن انكم تستعملوا في هذه الوصفه زيت الزيتون. درت ليه شويه الملحه وشويه ديال الابزار، وغادي نضيف عليه العصير ديال الحامض او الخل ديال الحامض. الا كان عندكم الحامض ديروا نص حامضه معصره، الا ما كانش عندكم ديروا غير الخل. وغادي نضيف هنايا واحد جوج ريوس ديال الثومه اللي حكيتهم هنا ما بانش معايا في المقطع، جوج ريوس ديال الثومه اللي حكيتهم. غادي نخلط هاد لا ماريناد مزيان، دوق ضروري دوقوا الملحه صافي. وغادي هنا غادي نضيف شويه ديال الزيتون، يعني الكميه ديال زيت الزيتون كتبقى على حسب الاختيار ديالكم. ودابا غادي ناخذ هذاك الدنجال ديالي بعد ما تشوى ليا، وغادي ندوزو في هذيك الشرموله. ما نقولش لكم البنات كيف كتجي بنينه بزاف، وكيف قلت لكم ترافقوا بها الاطباق ديالكم. وبالنسبه لهاد يعني هاد المقبله كتشكال بارده ماشي سخونه، كتخليوه حتى كيبرد عاد كتقدموه. انا كندوز هادوك الاصابع كاملين
ديال الدنجال، وبحال هكا النوع يعني ما بقاوش نديرو كيف قلت لكم دائما الدنجال مقلي او الدنجال كيف ما كنديروه في التكتوكه، كيجي بهذه الطريقه كيجي بنين بزاف. وبالنسبه للتخزين ديالو غنوريكم الطريقه ديال التخزين ديالو. كتاخذوا واحد العلبه اللي كتكون كتسد مزيان وكتستفوه بحال هكا، يعني كتستفو وحده فوق من وحده. انا ملي كندير هاد يعني هاد الدنجال كندير كميه كبيره باش كنخليه عندي في الثلاجه، كل مره كنبقى نجبدو كنحط وحده فوق من وحده، كيبقى ينزل عليها هذيك الماغينات كتبقى تنزل على بعضياتهم، وكتسدوها مزيان وتحطوها في الثلاجه كيف قلت لكم. تسدوها مزيان وتبقى عندكم في الثلاجه لمده اسبوع كيف قلت لكم، انها كتكال بارده. بالنسبه للفلفله حتى هي حيت ليها القشور ديالها، وضروري ما تقيصوهاش بالماء، حيدوا لها غير القشور غير بايديكم، راه كتكون بعد ما تشوات راه كتكون دغيا كيتحيدوا لها القشور بكل سهوله، حيت لها دوك القشور ديالها. وقطعتها كيف ما شفتوا، حليتها ودلتها حتى هي في ديك الشرموله اولا في ديك لاماريناد، وحتى هي بحال بحال الدنجال كتبقى لمده اسبوع في البواطه وتكون مسدوده مزيان. ترافقوها الاطباق ديالكم وحتى هي كتكال بارده. انا هنايا كنت هذيك الفلفله كنت كنوريكم كنحل فيها، يعني ما خليتهاش طرف كبار، حاولت انني نحلهم طريف يعني رقيقه. كيبقى لكم الاختيار يعني اللي بغيتو. كتجي هاد الفلفله حتى هي كتجي بنينه بزاف، خصوصا الا درتو لها زيت الزيتون ولا تبعتو الوصفه كيف ما قلت لكم، غادي تجيكم زوينه بزاف. انا غنكمل الكميه ديالي غنحلها ونرجع من بعد. وفي الاخر كيف ما كتشوفوا معايا كيكون هذا هو الشكل ديال المقبله ديالنا. نتمنى انها تنال الاعجاب ديالكم وانكم تجربوها، وغادي تولي معتمده عندكم، يعني كتبدلوا على يعني الحاجه الاشياء ديال اللي موالفين كديروا كتنوعوا. وكيف قلت لكم ضروري تسدوا عليها مزيان في البواطه باش ما يدخلش ليها البرد، وراها كتبقى معاكم لمده اسبوع في الثلاجه كتقدموها وهي بارده. نتمنى ان الفيديو ينال الاعجاب ديالكم، وانكم ما تبخلوش عليا باللايك وبالاشتراك الى عجبكم المحتوى ديال القناه ديالي. كنقول لكم السلام عليكم حتى الفيديو القادم ان شاء الله.